السلام عليكم أهلا فيكم في مراجعة جديدة، اليوم راح نراجع لكم الصغير الجميل ذا الماك ميني، معالج ابل اللي هو الام 1. كبداية في نسختين، النسخة القديمة كان في اي 3 اي 5 اي 7 والرام في 8 6 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ما ادري كم والاشياء لا الان ما في الاشياء دي كلها، تقدر تاخذ ذاكرة كيف كنت تحدد الذاكرة اللي تبيها، المعالج ما تقدر تحدد فيه شيء، فهذه الاشياء اللي تقدر تسويها، فقط الذاكره والرام هذا اللي تغير الرام في 8 وفي 16 ما انصح اي شخص يبي يشتغل عليه شغل قوي ياخذ 8 انا راح اقول لكم الحين المشاكل اللي صارت فيه لي بال8 اللي هنا طبعا المشاكل اللي راح تصير لي هنا نفس المشاكل اللي راح تصير لي في الماك بوك اير او الماك بوك برو لان هذا المراجعه راح تشمل الماك بوك اير والماك بوك برو نفس المعالج نفس كل شيء موجود في الجهاز في الاجهزه الثانيه الماك بوك اير والماك بوك برو بنفس المعالج كبدايه خلينا نتكلم عن الاشياء القويه والاشياء اللي عجبتني فيه اخراج ما توقعت زي كذا طبعا سويت عليه الحين تقريبا ست او سبع فيديوهات اخراج كلهم على 4K 60 فريم مرتين او ثلاث مرات كم يعلق عندي انا مستغرب انه كيف 8 جيجا رام اقدر اسوي عليه 4K 60 فريم والشيء اللي مستغرب فيه اكثر واكثر اني كيف اسوي عليه 4K 60 فريم على دي HDR برضو الدولبي فيجن صورت بالايفون سويت عليه اخراج هنا ما اقول لكم ما يقطع ما اقول لكم اني انقهرت لكن يعني اذا انقهرت وهو يقطع اتذكر انه 8 رام الشغل اللي قاعد اسوي فيه انا جهاز مش مصنوع له لكن سويته وانا اوكي صح كم يقطع خفيف مش ذيك الدرجة أقدر أعيش معه أقدر أعيش معه أكمل لكن بما أن عندي الماك بوك برو 16 إنش وما يقطع ليش أخذ هذا المهم كاستخدام الجهاز موجه لحق جميع فئات المجتمع يعني والله حلو الكلمة أول مرة أقولها المهم الثمانية رام لحق شغل متوسط ممتاز شغل عادي ممتاز لكن صرت تبي تشتغل شغل قوي لا تأخذ الثمانية أخذ 16 إلى درجة أني بعض الفيديوهات اللي سويت لكم إياها وبتكلم لكم عنها الآن ما أقدر أسوي مثلاً إخراج على فوركستين فريم في وقت الأخراج ما أقدر أصور الشاشة لكم فيديو لازم اصور بجوال خارجي اذا شقلت تسجيل الفيديو نفسه يعلق ما ي... ما يرضى يطلع الفيديو نفسه ما, ي... ما يرضى يسوي اخراج بس سكر الفيديو تسجيل الشاشه يبدا يسوي اخراج بسبب الرام ثمانية هنا مش كويسه الى درجه ان صح ثمانية لكن مركبه على برضو الشاشه 5K هنا والشغل الجامد اللي جلس اسويه ما مره اعطاني اكثر من 1 جيجا يعني الشغل أسوي 4K 60 فريم الاشياء كلها متوفر 1 جيجا واقل من 1 جيجا الان 26 ميجا متوفر واقدر افتح الفاينل كات واقدر اسوي كل شيء فيه 17 ميجا 17 ميجا شغال حلو ممتاز الصوت ما يقطع 17 ميجا ما في شيء عادي 4K 60 فريم ما يقطع كيف ما ادري ابل شو اللي مسويه سحر ما ادري لكن ما انصح اي شخص يشتغل شغل جامد اوكي لو صرت تاخذ 8 رام اللي هنا تقدر تشتغل فيها شغل خفيف على 1080 4 كيس 16 فريم لحد دقيقتين ثلاث دقائق اوكي تمشيك وتوقف خلاص لكن مش مصنع حق ده الشيء لكن تقدر تسوي ذا الشيء الشيء اللي استغربت منه مره ثانيه برضو مراوح فيه يعني الماك بوك كبره 13 انش وهذا في مروحه مش مروحه مروحه واحده, واحدة. الماك بوك اير ما فيه لكن ما اشتغلت المروحه ما سمعت اي شيء لدرجه ان اول مره اني وانا جالس اشتغل اسمع صوت الثلاجه عندي ما اسمع صوته يعني لدرجه اوكي حطيت ايدي ورا المروحه ورا تشتغل اشتغلت فيه شغل قوي السنه بنش والجيك بنش واخراج وعلى كل شيء احط ايدي من ورا قام يطلع هواء خفيف يعني احس بايدي خفيف لدرجه اني لازم ادقق لكن هو برضه بارد مش حار درجه الحراره اللي وصلت لها اعلى شغل اشتغلت عليه على شيء 32 سيلسيوس هذا في البادي الخارجي البادي الخارجي بارد نفس برد الطاوله عندي نفس برد الجو مع اني قاعد اشتغل عليه كيف ما ادري لا تقولون لي كيف ب... انا مش عارف كيف سويت قبل كذا المهم حراره ما في تستخدمه تقول ما في مروحه لا الاصل في مروحه لكن المروحه الجهاز بارد داخل ليش تشتغل مروحه هذه الحركه فاذا ما اشتغلت كذا المروحه الماك بوك يعني اقدر اسوي عليه 4K 60 فريم برضه لكن ما انصح برضه لكن تقدر تسوي فالان الفئات الماك بوك اير والماك ميني صار شغلها الى الشغل المتوسط واعلى المتوسط بشوي ما ادري كيف فالمهم صورت فيديو اتش دي ار جوال الايفون على الدولبي فيجن طول الفيديو 4 دقائق و54 ثانيه خلص في 7 دقائق و32 ثانيه يعتبر حلو صح دقيقتين زيادة عن طول الفيديو لكن ممتاز على جهاز مش مصنوع حق ذا الشيء جهاز لو ما خلص 16 جيجا رام 100% راح يكون أفضل بكثير لكن أوكي الصوت من الخلف ما في صوت لدرجة أني شقلت الساعة مثل ما تشوفون حطيت لكم في الخلف عشان أبي أسمع الصوت أعطاني صوت يوم شلت الساعة وقربتها كثير يم المروحة من الخلف أعطاني تقريبا 38 ديسيبلز فيعتبر ما في صوت مستحيل تسمع الصوت يمكن تحط اذنك داخل المروحه بالخلف عشان تسمع صوت المروحه اللي تطلع هواء بارد وانت قاعد تشتغل شغل قوي كيف قبل سويت إياها ما ادري فشغل الجهاز جبار بقوه سويت لكم في الجيك بنش البدايه الجيك بنش عطاني في السنجل كور 1753 في الملتي كور عطاني 7691 ارقام قويه على جهاز مبني على ارم حتى مش على مبني على ارم يعني على الجهاز الثاني يعني ما تقدر تقارن بالاي 7 أنتل ما تقدر تقارن يعني بالاشياء القوية دي ولو نشوف الميتل برضو عطاني 22681 أفضل جهاز ماك حق الالعاب يمكن يس يكون مش الماك برو طبعا كبير 50000 ولا ألف دولار لكن الاجهزه اللي افضل من اللابتوبات اللي كانت على انتل، اللابتوبات الجديده الان مع معالج الام 1 ممتازه راح تكون معاكم في الالعاب في الاخراج راح تكون افضل بكثير، لو بنشوف السينا يعني هذا اللي انصدمت فيه، اول حاجه في المالتي كور اعطاني تقريبا 7613 لو بتشوفون الصوره عندكم ما في شيء فوق الاي 7، اي 9 فوقه اوكي زيون، معالجات الزيون معالجات الزيون اللي معالج الحاله تشتريه اقل من جهازين من ديلي هذا لحق ورك ستيشن هذا صاير تحتهم انا مستغرب يعني اذا هذا الشغل العادي قبل ما نزلته انت وصاير تحت الورك ستيشن او تحت الشغل القوي الاشخاص اللي يشترون معالج قيمته 900 ب 1000 ثريد ريبر في 32 كورز هذا اعلى شيء هذا تحتهم هذا في المالتي كورز في السنجل كورز لا اعطاك اياهم فوق فوق الثريد روبرز يعني الشيء الوحيد اللي فوقه الاي 7 الجيل 11 متى نزل ما ادري لكن واحد الاي 7 الجيل 11 اللي هو 28 واط راح يعطيك معالج اللي هو 11065 جي 7 الوحيد اللي فوقه اما هو فوقهم كلهم فوق انتل فوق الثريد روبرز فوق المعالجات الثانيه كلها كيف أبر صوتي كذا ما ادري الشيء الحلو فيه برضو انه في سبيكر اسمع صوت السبيكر طبعا الصوت مش قوي لكن بعض الاشخاص عادي عندهم يقدرون يستخدمونه بدون ما يحطون سبيكر خارجي بعض الاشخاص ما يبي يزعل يبي يسمع بس يفهم الشيء اللي يطلع من الفيديو وخلاص مداخل خلفيه ممتازه برضو يعني ثندر بولد 2 تمنيت ان اكثر نفس مع الماك ميني القديم اللي معالجه انتل لكن اثنين ممتازين في اتش دي ام اي برضو في يو اس بي اي في برضو مدخل 3.5 لحق السماعه فبالنسبه لي جهاز متكامل بقيمته ب 800 دولار واقل من 800 تقدر تاخذ حق 250 جيجا تقريبا انا اللي عندي 512 فما ادري اذا كنت شغلك متوسط تصفح استخدام خفيف دراسه بتشقلك تيمز والاشياء دي اخذ الثمانيه وانت مرتاح حتى يعني الثمانية يقول لكم تقدر تسوي 4K عليه، أنا مسوي 4K عليه، أنا فيديوهات القناة اللي بتنزل لكم قدام واللي نزلت مسويها عليه، مستغرب أنا كيف اشتغلت عليه، أنا أنا اللابتوب حقي القديم مال أبل الأي 7 عليه 16 جيجا رام يقطع، ما بقادر عليه، هذه ثمانية، يعني الثمانية عند أبل يعتبر 32 هناك أو 16 أو أكثر من 16 من بنتل، ما أدري كيف، أبل لعبت في الدنيا لعبت في كل شيء، فجهاز جبار مثل ما قلت لكم، جهاز أنصح كل شخص يستخدمه، خصوصا معالجة أم الآن يعني حتى برامج الأيباد ولا الأيفون راح يكون موجودين هنا مثل ما تشوفون الفيديو تقدر تبحث عن البرامج اللي موجوده عندك اي برنامج عندك في اذا المطور يبي ينزله هنا تقدر تنزله طبعا سناب شات ما راح تنزله يمكن تنزله في القدام ما ادري انستغرام مش موجود الواتساب مش موجود لكن في لوما فيوجن اللي كنت استخدمه انا الاخراج في الايباد وشاري اللوما فيوجن في الايباد فالان اقدر انزل هنا اللوما فيوجن عادي واقدر استخدمه في نفس البرنامج ونفس الحساب في مجال بما اني اوريدي يعني شريف الايباد فبرامج الايباد نزلت عندك هنا في الماك تستخدم اخراج كل شيء قوي ففي النهايه جهاز ممتاز اذا تبي لحق اخراج والشغل شوي من فوق المتوسط ونطالع الشغل قوي ما تبي يقطع ما انصحك في الثمانيه حتى اللابتوبات يعني ما انصحك في الثمانيه خذ 16 جيجا الرام اذا بتاخذ الماك بوك اير لحق الدراسه خذ 8 عادي حتى هذا لحق الدراسه 8 ممتازه الماك بوك برو تبي لحق الشغل متوسط وطالع خذ لك هناك 16 طبعا الحين الحسبه الجديده لحق اللابتوبات ابل كلها البطاريه شغل جبار في البطاريه في اللابتوبات ما في الى الان جهاز يعطيك ذاك الاداء اللي موجود في الماك نفس اداء هذا ومع بطاريه تدوم معاك تروح الدوام وترجع باقي في بطاريه انا برضو ما تكلمتكم عن اشياء ثانيه يعني اشياء المستخدم الطبيعي راح يحس فيها فتح البرامج السلاسل اللي موجود في الجهاز ذا بالام 1 اتمنى ابل تنزل لنا في الماك بوك بروس 10 انش اتمنى سلاسه فتح البرامج يعني لدرجه اني ما اقدر اتكلم كثر ما هي سلسه جهاز جبار اي برنامج عندك يشتغل على الماك القديم ابل مسوي شيء اسمه روسيتا هذا موجود من زمان من قبل 10 سنوات ابل الحين نزلت الجيل الثاني يعتبر او النسخة الثانية، فأي نسخة عندك المطور حقها ما نزلها تحديث حق معالجات أبل، عادي بس اضغط على البرنامج يحوله لك ويشغله لك على ام 1 ممتاز ما في أي شيء، وبرضو أحياناً يكون أفضل من اللي مبني عليه مع على إنتل، فتخيل أنت برنامج مبرمج مسوي لحق إنتل تنزله هنا حق ام 1 ما في أوبتمايز أو مش مرتب لحق إنه يشتغل على ام 1 لكن يشتغل هنا أفضل، أبل شو مسوي ما أدري. فما بالك انه اذا كان البرنامج هذا نازل حق ارم اوريدي بدون التحويل اللي مسويته ابل بيكون افضل وافضل. طبعا الى الان في وقت عمل الفيديو هذا ما في اي شيء تقدر الويندوز عليه، في النسخ القديمه تقدر تنزل ويندوز على الماك، نسخ الانتل في المستقبل يمكن وقت ما تشوفون فيديو ينزل يمكن. لكن الى الان ما في اي حل، وانا ما ادري من الشخص اللي بيشتري ماك ينزل عليه ويندوز. ما ادري ليش، اشتر ويندوز وفك نفسك. المهم هذا كل شيء. في نهاية الفيديو لا تنسون الفيديو الجاي له اصلا اوريدي مخلصه بس بصور الحين لكم بس بذكر هذا راح اقارن لكم الماك ميني هذا اللي ب 900 دولار مع الماك بوك برو 16 انش اللي ب 4900 دولار شو الفرق 900 4900 راح نشوف المقارنه ونشوف من اللي يقلب اوكي اي 9 ام 1 هذا المعالج الرام 64 جيجا هنا 8 جيجا هنا <applause> يعني حتى المغرن اللي بسوي لكم هحس انه غباء لكن نشوف شو بتسوي ابو ففي نهايه الفيديو ما تنسون الاشتراك في القناه واشتركوا في حسابي سناب بضبطكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع ولا تنسون يفضل دعاكم والسلام عليكم